الثورة مستمرة. يعني يا سيد النائب الحرية والعدالة، ركز على مهام الجهاز التنفيذي. السيد ممثل حزب النور جاب السر في الموضوع كله، الموازنة اللي بتوع المستودعات فقط. دلوقتي مش كده وبس، بيطلع بيقابلها رئيس المدينة أو رئيس القرية. لم يكن لهم دور قبل كده إطلاقا. دخلت دور رئيس المدينة ورئيس القرية، ثم شغلنا التليفونات. رئيس المدينة المفتش يكلمه يقول له وصلت عند العربية